بتاع البوستيريور بتاع البرين، صح كده ولا غلط؟ موافق ان ده بوستيريور يرفع دي اغلبيه. ده 1 بول يبقى اكيد ده البوستيريور بتاع البرين، 2 بولز يبقى ده الفرنت. ده الكوربس كالوزم بتاعنا، والكوربس كالوزم 4 اجزاء بنقسمهم من بوستيريور لانتيريور. البوستيريور انت اكسباند واسع اسمها سبليني. معظم الكوربس كالوزم اسمه بادي، لحد التانية اللي موجودة قدام اسمها الجينيو. الجزء اللي تحت التانية اللي تحت البنت اسمه روسترال اوف كوربس كالوزم. ايه اهمية الكوربس كالوزم؟ كونكشن بين التو هيمسفيرز، يعني كونكشن يعني لو علمنا على اي جزء منه ده بيربط اجزاء من البرين على الناحيتين على الرايت ليفت سايد. نفس الارياز الارياز بيكون عليها ايدنتيكال ريسبوند. ده السبلينيا وده الجينيو. لو نزلنا تحت اللي موجود هنا على الميديال سايد ده السلمس وده الدبوس الاحمر. شفت السلمس قبل كده مش كده؟ مع الميديال سيرفيس. جوه السلمس في العمق عندي نيوكلاس ظريفة اسمها الكوديت نيوكلاس اللي فيها الدبوس الأخضر. كوديت نيوكلاس، كوديت نيوكلاس فين البط بتاعي؟ في البي سي. مش عارف هو مشكلة البط للدرجة دي؟ لا والله. الكوديت نيوكلاس وضعها بالنسبة للسلمس انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيرو ولا بوستير؟ انتيرو. الهدف كوديت اللي فيها الدبوس الاخضر بالنسبه للسلمس تعتبر انتيرو، عشان ده الانتيرو دايركشن زي ما احنا اتفقنا عليه من شويه. يبقى دي معلومه مهمه. احنا عايزين ندرس الاريا اللي فيها الانترنال كبسول. بنعمل ترانسفيرس سكشن فيها بنسميه الكمبيوتر سكشن او الترانسفيرس سكشن بتاعت البرين اللي احنا قاطعينه بالمنظر ده. ايه هي الانترنال كبسول اللي احنا عايزين ندرسها؟ هيد بالتو. يعني ايه انترنال كبسول يا دكاتره؟ انترنال كبسول ذا موست فريكوينت كويتشن اساي كويتشن في الجزء بتاع النيورو ساينس. اكثر اساي كويتشن احنا بنجيب تفتح الاساي بتاعه النيورو دوت تلاقي هم ثلاث اسئله بتكرر. انترنال كبسول سي اس اف سيركوليشن دول اكثر حاجتين ممكن يجيبوا. ساعات يجيب فنتكل من الفنتكلز ويقول لك قول باوندرز عشان يغلس عليك. اكتر سؤالين بيجوا انترنال الكبسول والسي اس اف سيركوليشن. انترنال الكبسول دي حاجه مهمه جدا. يعني ايه انترنال الكبسول؟ ايوه زي ما سبيسكو قال دي بروجكشن فايبرز. يعني ايه بروجكشن فايبرز؟ يعني ايه بروجكشن فايبرز؟ وايت ماتر فايبرز ثلاث انواع كوميشرال زي الكورباس كالوزم بين النصين. اسوسيشن لو بتربط جيراي على نفس السايد على الرايت سايد الجيراي بينهم بعضيهم تراكس المشي اسميها اسوسيشن فايبرز. جيرس لازق جنب جيرس زي الموتور اريا والسنسوري اريا لو ما بينهم وايت ماتر فايبر اسميه شورت اسوسيشن فايبر. على السيم سايد بس ارياز بعيده مثلا اوكسيبتال لوب مع الفرونتال لوب اقول انها لونج اسوسيشن فايبرز. لو عندي تراك طالعة أو نازلة واسطة ما بين الكورتكس لحد السباينال كورد أو مناطق البرينستم أسمي الفايبرز دي بروجكشن فايبرز. فايبرز اللي نازلة من الكورتكس أو اللي طالعة للكورتكس اسمها بروجكشن فايبر. تراكتس اللي هتبقى أسندنج تراكتس لو هي سنسوري ديسندنج تراكتس لو هي مود. كورتكس مساحتها كبيرة واخدة اللوبس كلها الفايبرز اللي نازلة منها عشان تمشي في برينستم. برينستم مكانه مكان صباعيني كده صح؟ تحت السلمس برين ستيم يبدأ من برين وبونز ومجلة تحت مكان سبعين. شايفين الكورتكس حجمها قد ايه؟ البروجكشن فايبرز لازم تتجمع عشان تمشي في برين ستيم لزي السبعين. فالفايبرز بتكونفرج بتتجمع تيجي في الحته اللي فيها السلمس واللي فيها الكوليت نيوكلس وفيها نيوكلس بلوك هو سباين انفورم نيوكلس تلاقي المكان المسموح لها بالحركه فيه عامل زي ايديا بالظبط. ضلفتين
بيتقابلوا في الميد لاين، ده السبيس اللي مسموح للبروجكشن فايبرز انها تتجمع وتمشي فيه. الحته دي اللي احنا بنسميها الانترنال كبسول، سميها كبسول لانها بتكبسوليت نيوكلاس عامله زي العدسه اسمها لينتيفورم نيوكلاس. يعني لو دول الانترنال كبسول اللينتيفورم نيوكلاس عامله كده وهي محوطاها من قدام ومن ورا، وهي بروجكشن فايبر نازله عشان تكمل السلاحله بتاعتها في البرين ستيم تحت ومنها على السباينال كورد فيها سنسور تراكتس والموتور تراكتس بتوعها. مفهومه كده؟ احنا عايزين ندرس الاستراكشر بتاع الاريا دي، الاريا دي مهمه جدا فيها استراكشرز مهمه قوي اللي هو الانترنال كبسول وبيحصل فيه فاسكولار بروبلمز كتير. فبنجيب البرين بتاعنا ونروح قاطع في الحته بحيث ان القطعه تيجي في الاسبلينيا وفي الجينيو. نجيب سكينه ونروح قاطعين كده. القطعه تيجي في الاسبلينيا وتيجي في الجينيو بتوع الكوربس كالوز. ونبص على البرين في العاده بنبص عليه من هنا يبقى اللي فاضل اوربيتال سيرفيس. زي كده. في الحته اللي تحت بتاعت البرين واحنا قطعنا بالعرض زي ما قلنا. أو ممكن يبقى النص اللي فوق. فهقطع في الكوربس كالوزم وأشوف اللي بيحصل. الكوربس كالوزم بيمتد لحد الدبس بتاعت البرين جو. يبدأ الفايبرز لما تخش جوه تبدأ تاخد الحتة توسع، تمشي لقدام وتمشي لورا وتمشي للجنب. الفايبرز اللي موجودة في الجينيو بتاعت الكوربس كالوزم تمشي لحد الفرنتال بولز أسميها فورس سماينال فايبرز. زي أي بس اللي ماشي جوه. الاسبلينيوم يمشي في العمق جوه. اول ما يقابل يخش جوه يلاقي حته من اللاترال فنتركل اسمها البوستيريور هورن، فيروح الفايبرز بتوع الاسبلينيوم يتقسموا مجموعتين يتشق يمشوا جنب البوستيريور هورن بتاع اللاترال فنتركل شويه اسميهم فورس سبليشن وشويه اسميهم كلابي تم. الاثنين ديفيجنز من الاسبلينيوم فايبرز. ماشي. معظم الفايبرز بتمشي في الفورس سبليشن ده وشويه بيمشوا في التابي تم بتوع الكوربس كالوس. نشوف القطعايه هتيجي فين تاني؟ القطعه بتاعتنا هتيجي في الثلمس مظبوط؟ وهتيجي في الكوديت نيوكلس اللي احنا قلنا عليها. نشوف شكل السكشن بيبقى عامل ازاي؟ دي القطعايه. قاعده مهمه في الترانسفيرس سكشن ده، اي حاجه موجوده فيه انتيريور هتبقى صغيره، اي حاجه موجوده فيه بوستيريور هتبقى كبيره. نشوف الحكايه دي الاول في السبيسز. حط دبوس هنا لقيت في كافيتي جنب الميد لاين. ده الميديال سيرفيس اللي هو الفلات سيرفيس بتاع البرين. وده الكوربس كالوزم. الكوربس كالوزم اهو. البرين فيه. بس انا قلب البرين عشان اعرف اشوف كويس ترانسفيرس سكشن. عدلته كده. واحنا رحنا قاطعين كده. ده الجزء اللي فوق. ماشي؟ ده الكوربس كالوزم احنا رحنا عاوجين بيه. لقيت في كافيتي موجود قدام في دبوس اخضر اهو. وكافيتي محترم موجود ورا. دول الهورنز بتوع اللاترال فنتركل، الانتيريور هورن والبوستيريور هورن. اي حاجه صغيره تبقى انتيريور، اي حاجه كبيره تبقى بوستيريور. يبقى السبيس الصغير فيه دبوس اخضر يبقى انتيريور هورن بتاع اللاترال فنتركل. والسبيس الكبير اللي فيه دبوس احمر يبقى ده بوستيريور هورن بتاع اللاترال فنتركل. من شويه صغيرين قلنا السبلينيوم كان موجود هنا، دخل لقى البوستيريور هورن. فالفايبرز راحت مقسومه حوالين البوستيريور هورن. الباندل البيضاء اللي تمشي ميديال للبوستيريور هورن ده البوستيريور هورن. الباندل اللي ميديال ليه الحزمه البيضاء دي ده اكيد الفايبرز اللي اسمها فورسبس ميجور فايبرز. باينة كده يا دكتوره؟ بص على الكافيتي، انا هجيب الكافيتي بسهوله. ميديال ليه؟ ده الميديا سيرفيس الفلات. خط الستريت ده يبقى ميديا، خط اللي فيه كيرف يبقى دي كونفكس تلاتة. يبقى اللي جنب البوستيريور هورن على طول ميديا ليه يبقى ده الفورسبس ميجور فايبرز. الحته اللي لاترال للسبيس الباندل البيضة اللي احنا بنصفرها شويه صابغينها شويه كده نحط فيها الدبوس الاخضر ده على الجنب الثاني من الهور لاترال يعني في العمق في الدبس بتاع البرين ماشي فيها التابيتا بتاع الكوربس كالوزم ومعاه شويه فايبرز اللي رايحين للاوكسيبتال لوب شايلين الفيزوال فايبرز بتاعتهم. فيزوال باسواي
بعد ما يطلع من السلمس اسميه اوبتيك راديشن. الاشارات اللي طالعه فوق بتيجي عند السلمس بتتجمع تعدي على النيوكليار المخصوص. اشارات الفيجن الجايه من اي بعد ما تعدي على السلمس فاضل لها الرحله صغيره تروح للاوكسيبتال لوب. الحته دي من الكورس اسمها اوبتيك راديشن. فهمت اوبتيك راديشن يعني ايه؟ ده ماشي هو والتابتا بتاع الكورباس كالوزا حزمتين لازقين في بعض ما اقدرش افصلهم. خدت الاشاور عليه لاترال هون جوه البصول هون في الاثنين تابتا في كورباس كالوزا زائد اوبتيك راديشن. واضحه كده؟ ساعات ندي الحته دي نقول انها تبع الانترنال كبسول تبع البروجيكشن فايبر تبع فيها التراكتس اللي ماشيه دي بسميها ريترو لينتوفون بارت بتاع الانترنال كبسول. مش مهم، المهم لما اعلم زي الدبوس الاقدم اقول لك ايدنتيفاي البوينت ستراكشر هتقول لي في اثنين ستراكشرز هنا اثنين بانكس تابتا في كورباس كالوزم زائد اوبتيك راديشن. جاي ازاي؟ فايبرز بتاعت السبرينيوم كده خش في الدبس بس من تحت بسهول وتيجي تروح ماشية وعامل الروف تروح مكملة. نيجي نبص على بقية السكشن ده بتاعنا هلاقي في جراي ماتر ماس. جراي ماتر ماس جراي ماتر ماس تلات حتت جريز صح؟ دول باينين انهم تلات حتت جريز. الخط المصفر ده المفروض ان هو خط ابيض وده شكل عينه مقطوعه جديد باين الجراي غامق والوايت يبقى باين فاتح. هنا باينه شويه الفاتح الغامق. هي نفس المنظر بس هنا ايه العينه صفرت شويه من ده. هو الهورن الصغير انتيرو هورن جنبيه جراي ماتر ماس موجوده قدام يعني. وهنا جنب البوستيرو هورن جراي ماتر ماس تاني. الدبوس الاحمر في جراي ماتر ماس القدام اللي هي كانت الكوديت نيوكلس. دي كانت الكوديت نيوكلس. اللي من ورا ده اللي فيها الدبوس الابيض ده السلمس. واتاكد لو بصيت من على الميديال سايد ده سلمس مظبوط. هو السلمس اللي موجود هنا هو اللي موجود هنا. واحنا فاكرين لما بصينا على البرين السليم قلنا كوديت الهيد قدام السلمس انتيرو السلمس. وفعلا ده السبيس الضيق اللي هو الانتيرو هون الادري ماتر لازقه فيه على طول هيد اوف كوديت نيوكلس. واللي موجوده قريبه من ناحيه البوستيريور هون سلمس. واتاكد من السلمس دايما ابص على الميديال سايد هلاقي الاوفال ماس المشهوره جزء منها النص الفوقاني اللي احنا قطعناه ده باين السلمس ده السلمس بتاعه. فيهم مشكله كده؟ هو لسه يا بت خلينا في دول الاول. كوديت قدام سلمس ورا. فيهم مشكله؟ نخش جوه شويه دي في البرين شويه لك. لقينا جراي ماتر ماس مرسومه عامله زي العدسه المقدمه دي اللي اسمها لينتي فور نيوكلس موجوده في الدبس بتاع البرين. دي لينتي فور نيوكلس. كل الاريا دي ده خط يحدها يعمل لها باوندري وده خط يعمل لها باوندري كمان. وكل اللي موجود هنا ده دي لينتي فور نيوكلس. دي باوندري اهي وللباوندري الثانيه دي كلها لينتي فور نيوكلس. كوديت جنب الكافيتي بتاعت الانتيرو هورن. سلمس ورا الكافيتي بتاعت البوستيرو هورن. دي في البرين اللينتي فورم نيوكلس. الخطوط الصفراء العمودين الصفر دول هم الانترنال كبسول. ادي لم وادي التاني. دي باند المحترمه كل الحزمه الصفراء اللي ماشيه دي ما بين الانتيفورم والسلمس. سلمس والانتيفورم يبقى ده البوستيريور لمب بتاع الانترنال كبسول. ده البوستيريور لمب كل ده البوستيريور لمب. لو ده البوستيريور لمب يبقى الحزمه اللي قدام اللي ما بين الكوديت والانتيفورم دي
anterior limb. كل ده anterior limb of internal capsule. واضحة كده؟ والنقطة اللي يتقابلوا فيهم الابكس بتاعة الفي دي هتبقى بين الكوديك والسلمس. الحتة دي بس اسمها الجينيو اوف انترنال كبسول. جينيو. جينيو الركبة تانية. كده الاريس المهمة في الترانسفيرس سيكشن. انا يهمني جدا انترنال كبسول. ده سلمس وده الكافيت الكبير بوستيريور ودي الانتي فورم يبقى ده بوستيريور لب انترنال كبسول. كافيت صغير يعني انتيريور هورن وديت نيوكلاس والانتي فورم يبقى ده هو انتيريور لب انترنال كبسول. يشيل كل حاجه ده بوس ابيض في البوستيريور لب انترنال كبسول ده بوس احمر في الانتيريور لب احمر انتيرو ابيض دبستيرو. الانتي فورم والسلامس والكوديك يتعلموا ايه دي الانتي فورم نيوكلس ايه ده سلامس ايه ده في كوديك. الكافيتيز الانتيرو هورن والبستيرو هورن يتعلموا ويتسال على الباوندريز. سنة نظري محترمة ده يكون عملي بس مدخل محترم لأسئلة نظري غلس. أعلم على الحاجات اللي على السايز بتاع البوستيريور هورن مهمين. ميديال فورسبس ميجور ايه اهميته؟ فورسبس ماينر ايه اهميته؟ يوصل ما بين ايه وبين ايه؟ ايه التايب اوف فايبرز اللي ماشيه فيه؟ ده سؤال تاني. نيجي على الانترنال كبسول. اكتر سؤال نظري بيجي في الدنيا كلها فايبرز او تايبس اوف فايبرز لانينج سو. لو علمت على الجينو هقول لك تايبس اوف فايبرز لانينج سو. لو علمت على الانتيريور لم هقول لك تايبس اوف فايبرز ماشيين فيه. لو علمت على البوستيريور لم هحط رقم كل نوعين او ثلاثه من الفايبرز ماشي فيه عشان الجزء دوت البوستيريور لم ماشي فيه المفروض خمسه باندلز. خدت الانترنال كبسول؟ طيب هندوس عليهم عشان ما تزعلوش مني. الجينيو باندل واحدة تراكت واحدة. الانتيريور لم اثنين تراكس. اثنين واحد خمسة. خلي بالكم كويس ان انا قلت ما بين السلمس والانتي فورم ده هو البوستيريور لم بتاع الكبسول. هو اكشوالي البوستيريور لم بتاع الكبسول ليه تلات اجزاء ده جزء منهم. فما خدتوش انتي الكبسول مبدئيا نقول اعداء بوستيريور لم بتاع الكبسول. لو حددته ده وانا بص ماشي. لو في حتى في الامتحان العملي قلت ان ده هو اسمه بوستيريور لم بتاع الكبسول ده مقبول منه ما فيهاش مشكله. ماشي. دي الحاجات المهمة اللي احنا عايزينها في الهوريزونتال سيكشن. خليكم فاكرين احنا بنقطع الكوربس كالوزم سترينجر والجينو فاشوف الفورسبس ميجر فورسبس ماينر. واتفقنا عشان اعرف اتحرك بحدد فين الكافيتس. الكافيتي الكبير يبقى بوستيريور. الفورسبس ميجر هو الكبير. والسلمس هو الكبير. دول موجودين بوستيريور. كل حاجة انتيرو صغيرة. انتيرو هورن صغير. فورسبس صغير فورسبس ماينر وكوديك نيوكلس الصغير. فين الانتير هورن؟ ده الانتير هورن؟ فين الميديال بتاعته؟ كده يبقى الباندل دي ده الفورسبس ماينر فايبرز. ماشي؟ يبقى الحته الجريه الصغيره دي الكوديك. كل حاجه قدام صغيره. كل حاجه ولا كبيره الهورن البوستيريو كبير فايبر دول اسمهم فورس في ميجور والجري ماتر ماس اللي وراه كبيره اللي هو السلمس كبير جدا. واضح الهوريزونتال سيكشن كده؟ عايزين الحاجات تبقى عارفينها سلمس كوديت لينت فور بوستيريو لم انتيريو لم جين
anterior horn forceps minor. Posterior horn forceps major والاريا اللي فيها التابيتم اوبتيك راديشن. في مجموعة structures بيتوصفوا lateral للانتيوفورم النيوكلس بالنسبة لكم مش مهمين في العامل مش عايزينه. دي عبارة عن خطوط في خط جراي في النص ده اتمسح مش بيبان علينا فيها ايه فمنسألش يعني موجود لاتش. كويس؟ في حاجة مش واضحة كده في الترانسفير سيكشن؟ ممكن هي الانترنال كبسول دي جاية ازاي؟ يعني فايبرز مش شايفة البرين عامل ازاي؟ فايبرز اللي تمشي في الانترنال كبسول جايه من كل حته من البرين جايه من كل اللوبس ده هو الفرنتال لوب والبرايتال لوب والسنترال لوب وتمبرال كلهم نازله منهم طلع عليهم فايبرز كلها لازم تتجمع في حته عشان تعدي للبرين ستم لما تيجي تتجمع في حته هتلاقي هنا السلامس موجود قدام وديت نيوكلس ورا والانتي فورم النيوكلس في العمق السلامس وديت وهنا الانتفور نعم بينهم مسافة فاضية عاملة بالظبط المنظر ده هنا في سالبس هنا في كودي وهنا في الانتفور وده السبيس اللي بينهم فهنا نزل ازاي؟ فده السبيس اللي مسموح بالفايبرز انها تمشي فيه والفايبرز تجمعاتها كلها مع بعض نسميهم انترنال كبسول فايبرز ماشي هنا وهنا على بعض كلهم مسموح انترنال كبسول واضحة كده؟ في حاجة مش مفهومة لحد الكلام اللي احنا قلناه احنا مش عايزين حاجة تانية في السكشن بتاع النار هم دول الاريز نعيدهم تاني حاضر تعرف تحددي فين الهورنس فين البوستيريور ده الكبير مش كده ده الكافيت الكبير يبقى ده بوستيريور هورن ده الكافيت الصغير ده انتيريور هورن ميديالي ميديالي يبقى هنا يبقى ده الفورسبس ماينور جنب الانتيريور هورن صح؟ وده هو البوستيريور هورن الكبير ميديال ليه ده الفورس سيميشن لاترال البوستيريور هورن عندي حاجه اضافيه شويه الفايبرز اسمهم التابيتا بتاع الكوربس كالوسم ومعاه الفايبرز بتاع الاوبتيك راديشن مفهوم لحد دلوقتي ده البوستيريور هورن يبقى الجراي ماتر ماس اللي لازقه فيه ده سالاماس ده الانتيريور هورن حته الجراي اللي باينه قدام واعرفها ان في خط ابيض وراها دي كوديت نيوكلس كوديت سالاماس يبقى دي اللينتي فورم نيوكلس كده يبقى الانترنال كبسول باين اللي ورا ده يبقى بوستيريور لام واللي قدام ده يبقى انتيريور لام والنقطه اللي اتقابلوا فيها اسمها الجينيو بتاع الانترنال كبسول فين كده يا كادرة؟ دكتور هي الثابته ازاي بتاعتي فوق الانتيريور هورن بتاع الانتيريور هورن؟ هي مكتوبه في اللوب بتاع الانتيريور هورن بصي انا عندي شريحه كامله عاديه كده بوستيريور هورن وكده ده هو الكافيتي بتاع بوستيريور هورن فايبرز اهي عاديه كده وكده بس ده مقلوب فاهماني؟ لو انا عدلت البرين هتكون عاديه كده كده عامله الروف وهول نفس الفايبرز ماشيه فوق وفي له هورن خش جوه تاني اللي ما شافش كويس استناني شاف كويس